بدأت الهتافات بحياة جلالة الملك المعظم وولي عهده الأمين حين شرف جلالته الحلة الفيحاء لافتتاح مستشفى مرجان للأمراض الصدرية الذي كلف إنشاؤه 250,000 دينار. المحسن عبد الرزاق مرجان يحظى بمقابلة جلالته، وتدافعت جماهير الشعب إلى الأمام لتشهد جلالة الملك المعظم يقص الشريط في الباب الرئيسي للمستشفى، وبذا تم افتتاحه رسميا. وطاف جلالته بأقسامه، فهذه غرفة العمليات وهي مجهزة بأحدث الآلات، ويسع المستشفى 150 سريرا، كما وإن المستشفى مزود بمختبر علمي.